باك خيل وما وشباب اني سابقون بالخير كيف حالك؟ عساك الله بخير. حالك عساك طيب ويجي طول العمر ويتحدى. انا جيتكم واتحداكم مو بس وخيل يا طول العمر ويرسم الخير ويفوز عليهم كلهم. لا ابشرك انت تحديكم صعب يا شمر، انتم ما حد يتحداكم ومنتجكم يوم ان جينا عند الميدان وولدكم الشمري مسك راس الخير عشان يتقدم ضيف، هذا من طيب. لا تحدني على شمر ترى اخليكم واجد. اي والله اني احبك ما شاء الله. تدرون بعطيكم معلومه، تبون نطلع بعض الكواليس؟ انا ما تجولوا معلوم من دفنه. انا عداني تدرون انتم معنا لا لا المركز الطبي للعلم هذا ما كان مكتوب. وانا اول من اول دكتور كنت في الغريانه، كنت دكتور نفسي لان الشباب انضغطوا نفسيا. انا ما راجعتك ابدا. والله انك اول مره اجي اقسم بالله اكتشفت فيك بلا، لكن الحمد لله تعافيت. وهني طال خويتك وهني طال عمرك واحد من الفرسان طاح الله يذكره بالخير يتذكر الطيحة في الرئيس واحد يوم يصير فارس الا لن يطيح. وين مكانكم؟ الربع ما شاء الله تبارك الرحمن. وين مركز فيصل المطيري؟ والله انا كانت ذكريات جميله. عطوا عطوا ما يحتاج شو تخلي ترى الكلام ده مر عليك كم؟ 6 سنوات ونص؟ 7. شوفوا تقريبا 6 سنوات ونص. والله 6 سنين ونص. وش تغير عليكم بالقريش؟ لا لا ماشي تغير الا حنا وجينا ما موجود الا والله زادت بكم. اي والله زادت بكم. وملفي يا هنا 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 في كرسينا انكسر. اي انت خابره؟ لا ما ذكر. هو المشكله ذكرياتنا كلها كسر ولا مشكله ولا طيعه. شعور كيف شعور؟ هذا مشيريان والله. بيني وبينكم كانت هذه القريه حلم بالنسبه لنا، يعني دخولنا لها كان مثل الحلم، لكن كنا ما ندري بشيء عن العالم الخارجي. ما عندنا في العالم الخارجي هذا كل شيء، اللي مات مات واللي حي حي الله يستر عليهم. ردينا طلعنا انهم قد ما نصوا العالم اللي نعرفه ما اي والله العظيم. بس اتوقع انكم انتم اشوى شوي تاخذون راحتكم طبعا. اي صرت فيها الله يبقيك بقلبك الله يطول عمرك. زد فرصتك كان هناك هنا كان عطونا من هنا رئاسة البلدية. هني مرة الله يذكره بالخير مساعد الحماد. نعم عبد الرحمن الله يعطيه العافية كان يخبرنا قصص عن الفضاء. الفضاء وان في عالم خارجي وان الحياة الخارجية بشكل عام. كان طموحه فضائي لكن طلع آخر شيء خوينا. مثلكم فكان يتكلم بأشياء غريبة. فعبد الرحمن فارس البشيري كان مندمج معه وحس انه حد حوله، حس انه طلع برا في الفضاء ومساعد. فجأة ما ندري بمساعد لين مسك فارس البشيري وطيحه من تحت وتم يسحبه. فارس ارتبك وما درى لا دافع عن نفسه ولا الحقوني. دخل الجن دخل الجن لكن في ذكريات كل المحلات كل شيء. لكن انا استوقفني هالمحل ما كان كذا يوم فترتنا كان قال استوقفتني حتى الصور اللي موجوده فيه صوره الملك سلمان الله يحفظه ويطيل بعمره ملكنا يحفظهم ان شاء الله وصوره قائد الرؤيه وعرابنا الامير وملهمنا الامير محمد بن سلمان الله يحفظه. انا اقول حتى الصوره هذه يوم تمر من الممر هذا تذكر الحمل اللي عليكم الوطني والإعلامي. أنتم ما شاء الله مشاهير وعندكم خير وعندكم منصات إعلامية كبيرة وكل إني يتابعكم وكل كذا. فمثل هذه تذكر إنك تخدم وطنك في منصتك الإعلامية سناب ترى شيء عظيم وغير السناب. وما شاء الله نجوم كل إني يفتخر فيكم عساكم على قوة وزود يا رب. الله يحييكم. في أحد كان يرقى هنا يا أبو مبارك؟ ايه انا انسان كنت احب الوطن ما احب ارتفع وايد. يا فارس البشيري يتكلم عن الذكريات الماضي. ايه يقدم فقره عندنا ذكريات ما عليك نصه كان نايم وفي مستشفى والله ما عنده ذكريات. لا تصدقون لا تصدقون لا والله ذكرنا فارس. اقول لكم شيء ترى لا يقول لكم ذكريات ترى نص البرنامج نايم وفي مستشفى نايم وفي مستشفى ما يدخل له 5 دقائق يعني ما عنده ذكريات. الله يحييك والله لا ما راح بعد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهدنا لا اله الا الله شهدنا لا اله الا الله شهدنا محمد رسول الله شهدنا محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح.
حيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله.